طيب رامي اجيلك يعني برضو نفس الكلام، محتاجين نعرف اخر بطوله شاركت فيها ايه، ارقامك، انجازاتك الاخيره عشان ناخد اخر لقطه. تمام. واحنا البطولات الدوليه ربنا ما كرمنيش ان انا اروح العب البطوله العربيه اللي اسراء لعبتها والمنتخب كله لعبها. كان عندي اصابه في الضمه. صعب قوي دي. اصابه قبلها باسبوع بالظبط. نتيجه برضو تغيير الماتشات وانت مش عارف هتلعب بطوله الجمهوريه امتى، مفيش بلان واضحه من الاتحاد، مفيش احنا المفروض كنا نلعب افريقيا بعد كده اتلغت اتاجلت، حصل حاجات كتير قوي لخبطت الدنيا بالظبط. فربنا قدر ان انا اتصاب في قبل البطوله باسبوع العربيه من البطوله العربيه. قبليها كنت بلعب بطوله الجمهوريه الحمد لله وخدت فيها اول مركز اول. لو كنت رحت عربيه كنت ان شاء الله تاخد اول واحد. والله الارقام فعلا كانت قريبه. واحنا كنا يعني كنا مجهزين الدنيا كويس الحمد لله انا ومدربي تامر بالظبط. يعني هو اكيد ده النصيب. لعبنا ملتقيات محليه كتير. الاتحاد فعلا حاول ان هو يعمل ملتقيات كتير الفتره اللي فاتت. طب ما حاولش مثلا يعمل حاجه ليكوا عشان زي هبه عبد الرحمن كده تتاهل منها؟ هو هي الملتقيات دي فعلا اللي احنا لعبناها. بس هي الفكره ان المنافسه كانت انت بتبقى محتاج برضو تلعب ماتشات طبعًا. خارجيه انت اكتر. بتلعب محلي ملهاش معنى بالظبط. مع ان في لعيبه صاعده كتير كويسين كويسه جدا. بس هي الفكره ان انت بتبقى محتاج تلعب اكتر من ماتش بره عشان تبقى انت. طب لعبت حاجه بره السنه دي؟ لازم تلعب. هي المشكله السنه دي ان كانت البطوله العربيه بس وبطوله افريقيا هي اللي بتتاهل. بعد طوكيو جالك حاجه تلعب مفيش. بره؟ لسه مفيش بطولات. هي البلان بقى السنه الجايه فيها ماتشات كتير قوي. في بطوله عندك عالم. طبعا في بطوله عالم في شهر 3 الجاي اندورز داخل الصالات. فين؟ تتلعب في ايطاليا تقريبا. ايطاليا غالبا. طب دي التاهل ليها ازاي؟ لازم العب بطوله اندور، لازم العب ماتش بره. انا متارجت ان اعمل معسكر بره في اول واحد كده. طيب انت منشن على كذا بطوله اندور هتروحها؟ يعني انت برضو بيبقى في اجندات؟ المفروض بندور لسه يعني لسه لحد دلوقتي بدور على كذا ملتقى. مين بيساعدك في التدوير، انت ولا حد في الاتحاد ولا في النادي الاهلي؟ في كابتن حاتم مرسال في الاهلي يعرف علاقات بره كتير. كابتن تامر رفاعي. بيدوروا لك على بطوله مدربين الاهلي كلهم. بالظبط. يعني في اكتر من سورس المفروض بناخد منه ان احنا نحاول ان احنا نعمل معسكر وفي نفس الوقت نعمل. بس لسه ما استقرتش. مفيش. هو المشكله ان احنا عندنا في مصر حتى مفيش اندوز. يعني انت مش تقدر تلعب اي ماتشات ان انت تبقى كواليفايد. لازم تروح تلعب. لازم تروح تلعب بالظبط. وفي رقم لو جبته في البطوله الاندور تحقق البطوله العالميه بالظبط. بس برضو انا اعرف ان انت موظف في بنك يا رب. تمام. وبتعاني معاناه طبعا. انت ما تقدرش تحترف لعبتك لا انت ولا طبعا يعني اسراء لان ده موضوع محتاج يعني محتاج تصرف، محتاج يبقى معاك دخل. وزي ما انتم عارفين مهما كان النادي الاهلي بيساعد وبيرعاكم بس انت محتاج دخل اكتر يعني. تمام. عشان صعوبات جامده بتعمل ايه وبتوفق ازاي وبتصحى ازاي شغلك؟ هي بس احنا انا البنك الاهلي سبونسر ليا الحمد لله عرفت نجيب سبونسر للبنك الاهلي. فهو بيفاينانس حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انا بالظبط من اللي انا محتاجها. ده ويندو كويس ليك ان تلاقي احد الرعاه، مش لازم نقول اسمه يعني، بس احد الرعاه ان انت بتشتغل معاه وفي نفس الوقت هو بيلعب. دي حاجه كويسه ويندو كويس نشكر طبعا. هي بس الفكره كلها في توقيت الشغل بقى. هي فكره الصحيان بدري والمجهود الذهني اللي انت بتعمله في الشغل خلال 8 ساعات عمل او 12 ساعه عمل. صح. هي دي الفكره. انا بحاول على قد ما اقدر اوفق بين حاجه زي كده. وستيل اون تراك يعني الحمد لله. يعني بس يعني طبعا ساده المشاهدين اكيد سابعين معايا حجم دي صور ليك طبعا وانت بتلعب. دي صور ليك صح انت؟ بالظبط. ده بطوله العالم تحت 20 سنه. كان شكلك صغير صح؟ كابتن تامر رفاعي مدربي طبعا. دي كانت فين؟ ده في النادي الاهلي في فرع البرج بالظبط. وده دي اخر بطوله جمهوريه كنا لاعبينها في المركز الاولمبي. في المركز الاولمبي. انا عارف شكله حافظه بالظبط. دي بطوله المنطقه. دي كانت بطوله افريقيا دوري الالعاب الافريقيه اللي كانت في المغرب اخر واحده. خدت فيها مركز سادس. خدت فيها مركز سادس تاني. سادس. كويس. هي في الحواجز اتفقنا البطوله العربيه بتبقى بقوه الافريقيه. عشان افريقيا معاك يا باشا بيجوا بنفس المنتاليتي بتاع جايين يستعدوا عشان بطوله العالم. فانت رايح الكومبيتيشن جامد. طب دي كانت فين؟ دي برضه في المركز الاولمبي. دي بطوله الجمهوريه. عايز اقول لك دي تيشرتات التيشرتات بتاعتكم حلوه. جميله يعني مختلفه عن بتاعت الباسكت. يعني تيشرتات حلوه بتاعت النادي الاهلي. دي برضه بطولة الجمهورية. ده ملتقى كان تريستا في استعداد لبطولة الألعاب الأفريقية كان في سلوفينيا. خدت فيها مركز أول بطولة سلوفينيا الدولية. لا شد حيلك يا بطل بقى. وعايزين يعني يبقى عندك طموح إن مش بس معلش إحنا كنا بنتكلم عن بيج رامي. بيج رامي عانى زيكم معاناة كبيرة جدا. وأكتر كمان للأسف هو اتغرب ويعني وعانى. هو قال الكلام ده عن نفس الترابيزة اللي أنتوا قاعدين عليها. شد حيلك يا بطل وانشف وتقدر تحقق لمصر وبلدك حاجه كويسه جدا.